شموخ اختفت فترة من الوقت. هذا الاختفاء كان لأسباب يعني خارج عن إرادتك، ولكن رجعت الحمد لله، وحنسمع صوتك اليوم. وفي أسرار كثيرة قاعد أسمع، بوليوود وحركات. بالنسبة حق توقفي عن الغناء لفترة سنة ونص تقريبا، كان السبب صحي. عندي مشكلة في الحاجز الأنفي الأيسر، وكانت هالمشكلة سبب لي أزمة ربو حادي، أحيانا حالات إغماء، وآخر شيء وصلت شبه جلطة. فبعد 3 سنوات تردد قابلت دكتور أخيرا يعني ناسبني أن يعني أتجرع العملية، والحمد لله. بالنسبة حق بوليوود، طالما كان بوليوود حلمي الأول قبل الغناء أني أمثل في بوليوود، بس بما أن الحين دخلت مجال الفني في الغناء فأحب أني أسوي أغاني حق بوليوود وأمثل بعد، وهالشيء من كان عمري 4 سنوات. طبعا الوالد شجعني، وإن شاء الله بيكون في أكيد نصيب قريب. يلجأ كثير من فنانين الخليج لعمليات التجميل، الفنانات الفنانين، يعني الأمر صار سيام بالنسبة للذكور والإناث. إيش شايف هذا الموضوع، وهل عملتي عمليات تجميل؟ غير أسناني سويت أنفي، شفت رقبة، وعندي سويت نحت الجسم وبس. كان حلمك من عندك 4 سنوات أنك تقدمي عمل هندي، بس تغني عربي أيضا يعني طبعا، وهي لغة الأم مثل ما يقولوا. إيش سر هذا العشق؟ ممكن نسمع من هذا وهذا، يعني نسمع تشكيلة من الهندي والعربي. سر عشقي للأغاني الهندية الوالد الله يحفظه، هو اللي شجعني إن دائما أكون متميزة، ما أقلد الجميع. فقبل كم سنة ما كان في حد يغني هندي، الحين قام الكل مثل ما تشوفون التطور الفني عندنا وصل لي بوليوود، الناس قاموا يغنون مغربي، قاموا يغنون تركي، فهالشيء جدا ممتع ويسلي، وأحب الهندي أكثر من العربي طبعا. كم تو فري هي، كم تو فري هي، كتني دفا صبح کو میں نے تیری آنگن میں بیٹھے میں نے شام کیا